السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ سورہ ملک کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنا سیکھیں گے. تو جو لوگ ہمارے چینل پہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. جزاک اللہ خیر. سورہ ملک آیت نمبر 26, 27 اور 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما العلم عند الله. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله. الله كلام کو موٹا پڑھنا ہے. أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم من عذاب أليم
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. एक बार सबक को फिर से रिपीट करते हैं. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق صحیح سے سمجھ آ گیا ہوگا. کل انشاءاللہ ایک نیو سبق کے ساتھ.